السلام عليكم، كيف كتشوفوا اليوم احنا كنتواجدوا في واحد من اجمل المولات اللي كيتواجدوا في قلب اسطنبول اللي هو غالاتا بور. هذا المول هذا اللي كيتواجد في الميناء ديال غالاتا عنده واحد الموقع رائع جدا مفتوح، يعني المول كله عباره عن شوارع مفتوحه، فيه عده مقاهي، محلات تجاريه للماركات المختلفه، وهاد الاطلاله ديالو الواعره على البوسفور كيف كتشوفوا. واليوم غادي نحاولوا كاملين نكتشفوا جميع هذا المول هذا. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا وتضغطوا على زر الاشتراك هكا باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش الا عجبكم فيديو خليوا له لايك وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب هكذا باش كتعم الفائده. هنا فقط للإشارة بالنسبة للناس اللي عندهم الأطفال أنهم يردوا البال للوليدات ديالهم. كيف كتشوفوا هنا كاين فقط واحد الخط أصفر اللي كيبين أن الواحد خصو ما يفوتش هذاك الخط، لأن ما كاينينش لي باغيير. كيف كتشوفوا منطقة فعلا هي زوينة ولكن راه خطيرة بالنسبة للأطفال، حاولوا تردوا البال معاهم. كيف كتشوفوا هادو هما شوارع المول مفتوحة، كتحسوا براسكم انكم كتراو في شوارع ماشي داخل مول مغلق كيف تعودنا دائما. واللي زوين فيه انه فيه جميع الماركات تقريبا اللي كتحتاجوا انكم تبغوا تقدوا منهم. واللي اجمل في هذا المول هذا انه قريب لجميع المراكز السياحية في اسطنبول.
certains sont bien plus là. Ya da dur bir bardağı daha. Bir bardağı daha. Elin yanmasın. Al şekerim. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Bir de bana aysın. Orta şekerli mi şekerli? Orta canım. Ben de ortayım. Tamam, hemen gelecek şimdi. Onu yıkayıp koyunca şimdi. Hmm. Sen geç oldun. Şuraya geçeyim. Köpük de yapıyor. اثنين فستق اثنين شكرا. ودابا جا وقت القهوة، غادي ناخدوها مع هاد البقلاوة اللي خديت كيف شفتو معايا، وان شاء الله نرتاحو شوية ونكملو الجولة ديالنا في المول ديال كالاتابور.
هذا اكسترا.